بسم الله، تفضل يا فضيلتك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. بعضهم ببعض بفتح الضاد. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. وإن يكذبك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين. وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم. لام قمرية للكاف. أصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. كأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. يحكم ثم فينسخ الله بالأكل الباب. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، إن والله عليم حكيم. تمنى يعني صلى يعني. نعم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. قاعد فضلاتكم.
ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. والقاسية والقاسية قلوبهم. نعم فضيلة نعم. والقاسية قلوبهم. والذين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. فتخبت له قلوبهم. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه. ليدخلنهم مدخلا. أيوة نعم. لا مو مدخلا يرضونه. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. جزاكم الله خير. بارك الله فيكم. بارك الله. أخونا حسان تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. اقرأ وركز فيما هو مكتوب. الحاء وش عليه؟ فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم
إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تر أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له أين صوتك ذهب؟ أنتم تسمعونه يا شباب أم صوته؟ أيوة يرجع. أعد من وين شيخنا؟ أعد ضرب مثل فاستمعوا له يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون أكمل الصورة وتقفل سجد التلاوة هنا الله وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء
صير الآية، لماذا تقطعها هكذا؟ لماذا تقطعها هكذا؟ صير الآية. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم. ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. أعد وقف على الميم الساكنة بدون غنة. هو مولاكم. واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. هكذا أحسنت، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. أخونا مشعل تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صفارة واضح الصوت لكن حولك إزعاج. تسمعني؟ يا مشعل أين ذهبت؟ اللهم أبدلنا خيرا من هذا الطارد. طارد رام، هذا مو تليجرام، هذا اسمه طارد رام. سأل الله يبدلنا خيرا منه. غير الدور يا عم ابو نايف، جزاك الله خير. جزاك الله خير. ابو علاء هل تسمعني؟ طيب، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اي بالله خلينا نجي. معلش انا كنت والله هذا فعلا يا شيخ هذا البرنامج مره سيء، يطلع ويخرج. هذا اسمه الطارد رام وليس التليجرام. طيب لو سمحت معلش كم الصفحه؟ الله يبارك فيك. سوره الانبياء، الانبياء الحج المؤمنون. لا حنبدا في المؤمنون الجزء 18 سوره المؤمنون. تفضل. صفحة 342. طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون
والذين هم للزكاة. لا لا أنا ذال ذال وليست فيها صفات الدال. لا الذي ذي ذي حرف من طرف اللسان من خلف السناء. الذي طيب يا شيخ. والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. أزاي أزواجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء فمن ابتغى تفخيم الغين المفتوحة التي بعدها ألف الياء فمن ابتغى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. صلاتهم ولا صلواتهم؟ صلاتهم صلواتهم صح يا شيخ صلواتهم صح. لأنها لأن المؤمنون دول جمع ولا مفرد؟ جمع. اي خلاص يبقى إذن حتى نضبط المتشابه هنا فتصبح ايش؟ جمع. صلواتهم لأنه هذا الألف الخنجرية يسموها هذه اللي بعد الواو تجمع يعني فيها جمع صح. طبعا انت الان احنا لكي نضبط المساله هذه فضيلتكم اول شيء في الايه قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صحيح؟ صح مضبوط. لكن بعد ذلك خلاص بعد ذلك صلواتهم بعدين والذين هم على صلاتهم حافظون والذين هم على صلاتهم دائمون سورة المعارج صلاتهم دائمون بعدين صلاتهم يحافظون هذا بالإفراد بعد ذلك اللي عندنا هنا حتكون بليش حتكون بالجمع بالجمع وهذا الموطن الوحيد في القرآن ما في تاني موطن آخر احفظوها صلوات والذين هم على صلواتهم يحافظون هذا الموطن الوحيد في القرآن بالجمع وكيف نضبطه أن المؤمنون جمع فكذلك الصلوات تكون إيش بالجمع تكون بالجمع تفضلوا والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون الفير رقيقة الفير. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم من طين تفخيم الغنة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون لا كثيرة هذه ترقيق الراء لورش فقط كثيرة كل القراء بالتفخيم إلا ورش رحمه الله وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء سيناء ولا سيناء؟ طبعا هي سيناء قراءة صحيحة لكن ما هي في روايتنا هذه لأن عندنا هنا الياء ساكنة مفتوح ما قبلها تسمى الياء اللينة سي بسم الله لك يا شيخ ما شاء الله عليك وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره
أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ولو شاء الله تفخيم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به جنة ف دي حق الغنة إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به فتربصوا به حتى حين. إذا وقفنا فضيلتك فتربصوا به به لنحقق الكسر وليس به بي با كسر بي بي صحيح فتربصوا به فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرني ما كذبون قال رب تفخيم الغنة لأن الصاد من حروف التفخيم. قال رب حاضر قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه مو عجبتني الزال لأن فيها كده شم يعني من الدال. لا أنا عيدها ذا حرف طرفي لثوي نعم طيب يا شيخ. قال رب انصرني بما كذبون أيوة كده هي دي مفهوم إن شاء الله نطبقها. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فاصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت يا شيخ لو سمحت طيب بالنسبة هنا مثلا عشان النفس لو مثلا وقفت عند ووحينا بعدين أكملت الآية ما في يعني يجوز ولا لا ولا كيف؟ هو طبعا ما في مانع لكن لكي يكتمل المعنى إذا انقطع النفس نقف ثم نأتي بكلمة تتم لنا المعنى حتى السامع يتدبر معنا القرآن. لكن يا شيخ كأنه يعني المعنى مكتمل يعني شوف فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا انتهى بعدين فإذا جاء الحال يعني ممكن كده نبدأ الفاء هذه استئنافية تدل على السرعة متعلقة بما قبلها. نعم صحيح طيب. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت فإذا جاء هذا مد واجب فإذا جاء أمرنا صحيح فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك
وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. الله هذه أختي الذال وتزيد عليها بالاستعلاء والإطباق والتفخيم. فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. وأنت خير وأنت خير المنزلين. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. لا ما فيش قرنا آخرين على طول إظهار. إظهار صح. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما. ثاني ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. القاعدة النورانية فنقول همزة فتحة يا مثنى يا عين مهملة مكسورة يا عي دا ضمد أيعيد كافضكوا أيعيدكم
أيا عيدكم نصبر على الحروف ونخرجها من الدرجة الصحيحة. أيا عيدكم مجد اسمع كثيرا في هذا للشيخ محمود بن خليل البصري رحمه الله. أيعيدكم بتختلسها يعني زي ما أقول كده بتسرقها بتخطفها. لا لساننا ما أخذ عليها أخذ من زمان يعني من فترة الواحد لسه ما هذا مهم جدا وهذا تريده حتى في بعض القراء المشهورين الكبار عنده المشكلة هذه في أسلحتكم ألسنتكم. أيعيدكم أيعيدنا أتعيدنا يخترسنا أيعيدكم أيعيدكم ممتاز زين. أيعيدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هيهات لما توعدون. هيهات يعني بعد. هيهات هذا اسم فعل يسموه. هيهات يعني بعد. أحسنتم بارك الله جزاكم الله خير يا شيخ الله اكتب أجرك. أخونا علاء تفضل. أخ علاء يا علاء ابن محمد. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صوت واضح شيخ. اقرأ تفضل. هيهات لما توعدون. انتبه الهمس ركز معايا في الهمس نبغى اليوم الربع هذا ما يكون في أي همس. تفضل. هيهات لما توعدون. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قال رب انصرني بما كذبون. سبحان الله السوسي عنده ايش؟ عنده الادغام الكبير. قفل المايك عندك عشان الصدى. يقول وما نحله بمؤمنين يدغم هو طبعا استاذ الادغام الكبير والادغام الكبير والسوسي فيه تحفلا يعني يضغم النون في اللام. ان شاء الله كده ربنا يفتح عينا وياكم جميعا ويكون لنا مجالس في القراءات ستستمتع اكثر واكثر ان شاء الله. كمل يا ابني تفضل. جزاك الله خير. ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قال رب انصرني بما كذبون. قال عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين.
ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذب. يا علاء لا ترعد الحرف. كلما جاء ما تقول كلما جاء لا تفضل الحرف لا ترعده تفضل كلما قصدك حرف الجيم شيخ انا شديت عليه الجيم نعم نعم هذا من الترعيد ما لا ما ترعد الحرف هذا معيب في التلاوة ترعيد الحروف نعم تفضل كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون هذا السكت هذا ما هو مكانه هنا صير الآيات لا تسكت عليها والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقبهم وجلة أنهم اجتنب الأنف في المد مد بدون ما تحر الخيشوم أعد والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون
ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتِ آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون أحسنت بارك الله فيك أخونا أنس تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم ولا وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا هنا نحقق همزة القطع مع قلقلة الباء الأب الآ الأب تفضل وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي قليلا ما تشكرون قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي ذرأكم وليس ذرأكم ذرأ آ فتح آ وهو الذي ذرأكم وهو الذي ذرأكم وهو الذي استم هذا ذرأكم هذا اختلاس لا
وهو الذي ذرأكم وهو الذي ذرأكم. صحيح. لا هذا في اختلاس. ذا فتحة ذا را فتحة را ذا را ذا را همزة فتحة ذا را ذا رأكم ذا رأكم. الحرف الراء لا تستعجل عليه وافتح الفم فيه تاما وأخرجه من مخرجه ذا رأى ذا رأى ذا رأكم رأكم رأكم. تفضل. ذا رأكم ذا رأكم وهو الذي ذرأكم وهو الذي ذرأكم وهو الذي ذرأكم. جيد ممتاز في تحسن جيد استمر. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. بل قالوا مثل ما قال الأولون. قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. حتى يستقيم في جملة مقود القول ارجع إليهم في قولهم وقالوا ثم قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما. أريد هذه أنا أرجع أريد أن يكون القول منسوب لهم. قالوا أئذا وكمل تفضل. قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات. ممتاز أنت رققت الكاف وهي حرف مستفل لكن هذا أثر على الراء لا نريد أن تتأثر الراء. الراء تبقى كما هي موخم. تذكرون. تفضل. قل أفلا تذكرون. أفضل. ممتاز استمر. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون العا وليس العا العا العظيم يا عبد العظيم. تفضل. ورب العرش العظيم. سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. رقق الحاء. بل أتيناهم بالحق بالحاء. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون.
ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني قل رب إما صحيحة؟ نعم استمر قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون نعيدهم زي ما معانا يعيدكم ما نعيدو ما يا نعم وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون إنا على أن نريك ما نعدهم وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون هذا اختلاس ما نعدهم ما نعدهم وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ما فيها كسرة ربي أن يحضرون وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون أحدهم مفعول مقدم أحدهم للاختصاص حتى إذا جاء أحدهم الموت صوت ديك عندكم تفضل اه صديق هذا عندك انت صحيح في عندي صحيح موجود ما شاء الله ديك حي ولا ديك بس نغمة اتصال نغمة اتصال نعم تفضل وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون هذا مع الفتح لا أن نريك ما نعدهم لقادرون وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون إذا لا الآن أبو علاء سمعتنا أبو علاء أنت معانا أيوة معاكم يا شيخ معاكم انت ماخذ بالك الان من هذه الاختلاس انتبهت له والله يا شيخ الحمد لله بس انا يعني فيها مره يعني شيء يعني دخ جدا يعني انا والله بسمعها منه يعني كانه طبعا القول لك يعني طبعا انا سمعها منه صحيح بس انا برضو ما اعرف اطبقها 100% انت الان منتبه الان كيف ان هذا هو الاختلاس سمعت أيوة انت الان صحيح هي شيخ الدال لازم يضم شفايفه فيها يعني نعيدهم كذا نعيدهم ما احنا تتذكروا قلنا مثلث التجويد جمعناه في كلمة حمص الحاء إتمام الحركات الميم إحسان المخارج الصاد إكمال الصفات إذا حافظنا على كلمة حمص هذه أو حمص زي ما تسميها
الحركة ضمة فتحة كسرة أتممناها أكملناها، والمخرج أحسناه، والصفة أتممناها، تخرج الكلمة صحيحة إن شاء الله تبارك وتعالى. تعيدنا هنا الحركة لم نكملها، ما أتممنا الحركة ولا أكملناها، فلذلك الدال ما أعطيناها حقها في ضمها، فهذا الذي يؤدي أنها تخرج بهذه الصورة تعيدنا يعيدنا. فلذلك الإنسان أحيانا القارئ لا يشعر بها، لكن السامع يشعر بها جيدا بإذن الله تبارك وتعالى. طيب نعيد مرة ثانية، وإنا على أن نريك، أرأيتم نريا يا فتحة يا، وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. نعد دال ضمة وليس نعدهم، شفت سمعتوني أنا سواع أبو علاء نظرتم في الفرق بين هادي وهادي؟ كأنه في صحيح يا شيخ، يمكن في الدال لما أقول لك نعدهم، ولما أقول لك نعدهم في فرق في المسمع هنا. الأولى فيها كأنه تسكين الدال، والثانية يعني أطمئن أنتم، هذا هو إتمام الحركات. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. نعيد تفضل. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. اسمع كثيرا، وأنا وأنتم وكل من يستمع إلينا للحصري، نسمع كثيرا الرجل رحمة الله عليه. ولعلمكم الحصري ما كان أزهري، الحصري ليس أزهريا، الحصري خريج دار علوم، لكن العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ولا نزكي على الله أحدا، ولكل مجتهد نصيب. يعني انظر من دار العلوم يصبح شيخ المقارئ المصرية، ويصبح ذكره إلى يوم الناس هذا في كل بقاع الدنيا، رحمة الله عليه رحمة واسعة. عنده مصحف لحفص بقصر المنفصل، ومن طريق الروض اللي احنا فيه الآن، وبتوسط المنفصل من طريق الشاطبية، وله مصحف لورش بتوسط البدل مع تقليل الياء من طريق الأزرق الشاطبية، وله مصحف للدوري عن أبي عمرو رحمه الله رحمة الوسع. هذه التي أعرفها، ممكن يقول لها مصحف نعم. والمصحف الخامس قالون عن نافع المدني، خمسة مصاحف لهذا الرجل رحمه الله، وله كتب في التجويد أيضا مؤلفة. فلذلك أيها الكرام الفضلاء نجتهد، ولكل مجتهد النصيب. والقرآن يسير، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وإني أحمد الله تبارك وتعالى، يعني الشيخ في أحد أسانيدي الشيخ محمود فرغل في مسجد التوبة بميدان الجيزة في القاهرة، كنت قرأت عليه زمان، وهو كان من أقران الحصري رحمه الله، وشيخهم واحد الشيخ عامر بن السيد عثمان شيخ المقارئ المصرية في زمانه، والأستاذ بالجامعة الإسلامية في قسم القراءات، وعضو أول مصحف لمجمع الملك فهد في المدينة أيضا سنة 1405، الشيخ الحذيفي رئيسا والشيخ عامر بن السيد عثمان نائبا، ومات ودفن بالبقيع رحمه الله رحمة واسعة. نعم تفضل فضيلة. نعم. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين
وأعوذ بك رب أن يحضرون. حتى لا الشياء يا وليست يا الشياطين يا ترقيق. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فأولئك تحقيق الكسر فأولئك. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاغفر حرر الراء أن تدغم في اللام. فاغفر لا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. تض بدون قلقلة. وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله
ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وقل رب, وهنا إدغام اللام ساكنة وبعدها الراء حتى تجدها مشددة. قل رب, وقل رب اغفر, صحيحة؟ اغفر, رقق الراء. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آمين. أحسنت, بارك الله فيك, جزاك الله خير. أخونا محمود تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات. لا تقلقل الضاد, وفرضناها. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. آيات مفعول به, آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهم لا ناهية ولا تأخذ, سكن الذال, ولا تأخذكم ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما واليوم الآخر إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما, مفعول به, عذابهما طائفة. وليشهد عذابهما الدال ساكنة جزمت بفعل الأمر. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. محمود انتبه للفتحة والكسرة, يعني دي أخطاء ما ينبغي أن تخرج منك, يعني فتحة. انظر للآية قبل قراءتها, تفضل. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. ليه كده بس؟ التاء ايش عليها؟ عليها فتحتان ولا عليها ولا تحتها كسرتان؟ لسه عامل نظارة جديدة بس فمش شايف. لا بأس, طيب خلاص يعني عجزت انت. معلش شوي. لا بأس, اقول ان شاء الله. نعم, لحد ما تتمرن على النظارة. طيب انت عندك شورت سايت ولا لونج سايت؟ والله مش عارف, انا مزعل بس. اشيلها حتقرأ بدونها احسن ان شاء الله. تمام شيخ. ايوه
وطبعا اريد ان افيدكم فائده هنا احباب الكرام. الانسان اللي بيكون عنده اللي هو يعني اللي هو يسموه الشورت سايت، يعني في عندنا شيء اسمه قصر النظر وطول النظر، صح؟ عارفين المعلومه دي انتم؟ طيب ايه ما هو قصر النظر؟ يعني ما يشوف القريب، ما يشوفه صح. ها يعني الشيء القريب ما يشوفه مضبوط. لا غلط، معلش في الكلمه. اللي عنده قصر النظر او ما يسمى انحسار البصر، انك انت تشوف القريب بوضوح والبعيد ما تشوفوش. العكس يا شباب. صدق شيخنا. ايوه يعني بيسموه هذا قصر النظر، يسموه بالمصطلح الطبي مايوبيا، يسموه المايوبيا. القريب يشوفه، يعني انا مثلا من الناس اللي عندي مثلا عندي قصر نظر، يعني على بعد 25 سم اشوف متجددا. فيقول لك اللي عنده قصر نظر بفضل الله عز وجل، بفضل الله عز وجل اللي عنده اللي هو القصر النظر ما يحتاج نظارة، ما يحتاج نظارة للريدنج، يحتاج نظارة للديستنس، يحتاج نظارة للمسافة البعيدة، لأن هو البعيد بالنسبة له بيكون كلاودي، بيكون ضبابي ما يرى. واللي عنده اللونج سايت، أيوة اللونج سايت العكس. أنتوا الآن أنا أسألكم سؤال، هل منكم أحد لما يريد أن يقرأ مثلا شيء في الجوال يقوم يبعده كده عن عينه بعيد ويقرأ؟ مين فيه، مين عنده الموضوع ده يا شباب؟ يا شباب شيخنا أنا عندي التنتين، العين اليمين فيها قصر نظر والعين اليسار فيها مد نظر. أي ممتاز. يبقى أنت تحتاج حاجة في البرالايسز، تعمل لك نظارة تكون فيها موضوع البرالايسز هذا، عرفته؟ عندي موجودة، بس إذا بغمض العين اليمين ما بشوف القريب منيح، بشوف البعيد جيد، وإذا بغطي اليسار بشوف القريب منيح واليسار البعيد ما بشوفه منيح. أيوة. فالآن أخونا محمود زكريا بيقول إنه هو فيه الموضوع ده، إنه لما يجي يقرأ يقوم يبعدها بعيد كده عنه لكي يقرأها. إذا أنت تحتاج إلى reading lenses. اي حد عنده العاده دي اللي هي يسموها اللونج سايت اللي هو طول النظر، يبقى هذا فعلا بيحتاج يا حبايبي انه يكون هو عنده ايش، انه هو يكون عنده نظاره للقراءه. في بداياته يحصل له كده زي اخونا محمود، الضمه فتحه والفتحه كسره، لان بعدين ياخذ ان شاء الله علينا، نسال الله يشفينا جميعا وان يعافينا واياكم من كل شر ومن كل ضر، ويجعل ما ينزل بنا كفارة لسيئاتنا وذنوبنا. ودي كانت معلومة على السريع عشان تعرف نفسك من الآن، أنت عندك قصر نظر أو ما يسمى الميوبيا، ولا عندك طول النظر. نعم اتفضل. جزاك الله خير يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح، نون ساكنة بعد حرف الكاف إخفاء حقيقي، ينكح. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. هذا حد القذف اللي فات، حد الزنا بالنسبة للزاني اللي هو الغير محصن غير متزوج، عليه جلد وتغريب عام، والمحصن عليه الرجم حتى الموت، عفا الله وإياكم. هذا الآن يأتي إلى حد القذف،
قذف المحصنات يعني يرميها بالزنا والعياذ بالله، وليس لديه أربعة شهود، فهذا يجلد 80 جلدة ولا تقبل شهادته. تفضل. فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. غفور رحيم، غفور غفور رحيم. فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يرم. هذا الآن دخلنا في حكم آخر، وهو حكم اللعان بين الزوج والزوجة، يعني الزوج يرمي زوجته أنها زنت عياذا بالله، وطبعا ما عنده شهود، ففي الحالة هذه يسمى الملاعنة. 4 أيمانات لكل منهم، ثم بعد ذلك يفرق بينهما إلى الأبد. نعم تفضل. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة إلا أنفسهم فشهادة أحدهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويضرأ عنهم ويضرأ عنها العذاب. لا 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 أن دال ويد وليس الضاد، ويدرأ عنها العذاب يعني يدفع عنها العذاب، يعني نعم الحد يعني. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إن 4 أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذه نزلت في هلال بن أمية لما قذف امرأته بواحد اسمه شريك بن سحماء، فالنبي طالب وقال له البينة أو حد في ظهرك، فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس بينة، يعني هذا أمور في البيت، واحد داخل البيت الله عافينا وياكم، فوجد زوجه مع رجل، والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. سبحان الله، شوف الثقة بالله كيف يا جماعة، شوف الثقة بالله كيف. سبحان الله، الصحابة الكرام هؤلاء مثل ما موسى عليه السلام قال الآن هم البحر أمامهم وفرعون معه 1,600,000 جندي خلفهم، واليهود عليهم لعنة الله هذول يا موسى ضيعتنا وسويتنا وليش كنت تخلينا في العبودية، يعني يحبون المذلة، ولا كنا ضيعنا الآن حنضيع حنموت حيحصل لنا. فموسى قال كلا لسه ما أوحي إليه أن يضرب بعصاك البحر، لا لكن عنده يقين، قال كلا إن معي ربي سيهدين، ربنا سيدلنا على ما يصلح أمورنا. فهذا الصحابي الجليل قال والله ينزل قرآن، يعني سبحان الله، والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله تعالى ما يبرئ ظهري من الحد. فنزلت هذه الآيات، فسبحان الله أرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا به يشهد هذه الشهادات، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الله يعلم أن أحدكما كاذب، وهذا فيه دلالة ورد على الصوفية الذين يزعمون أن النبي يعلم الغيب. شوف النبي وش قال، أول حاجة
قال له بينتك ولا حد في ظهرك، لو كان يعلم الغيب كان قال له فعلا عندك حق، فلان هو الذي زنى وكذا. وبعد ما نزل القرآن النبي قال وكل واحد أقسم وحلف، قال الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب توبوا أحسن لكم. قارن بين هذه وبين ماعز والمرأة التي زنت، سبحان الله، لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم، لا إله إلا الله. ثم قامت فشهدت المرأة، فلما كانت عند الخامسة هنا أوقفوها وقالوا ترى إنها موجبة، يعني حتنزل عليك غضب الله، سينزل عليك. قال ابن عباس فتلكأت ونكصت وظننا أنها ترجع وتعترف، فقال النبي عليه الصلاة والسلام والله، فقالت والله لأفضح قومي، فمضت وكملت الحلفان الكاذب. النبي قال أبصروها، قال انتظروا، إن جاءت به أكحل العينين سابغ الإليتين خدلج الساقين فهو لشريك ابن سحماء. هذه صفات ما الرجل هذا اللي هو اتهمت به، فجاءت به كذلك. فقال النبي والله لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن، لكن خلاص يعني مضى أمر الله تبارك وتعالى. وقيل أنها نزلت في عاص بن عدي، وفي أو قيل أنها نزلت في عويمر العجلاني، إلى غير ذلك. على كل حال هذه آية اللعان، هذه آية اللعان أيها الكرام الفضلاء، جاءت بعد آية القذف المحصنات بوقت بينهما. ونسأل الله عز وجل أن يجينا وإياكم من الشر والضر، وقد بينا ذلك في ختمتنا الأولى لما استفضنا في مسائل التفسير، لكن فقط هنا من باب جات المناسبة حتى نعرف يعني ما نقرأ إيش المقصود بهذه الأشياء. فتأتي هنا الرجل يشهد أربع شهادات بالله، والله إني صادق، والله إني صادق، والله إني صادق، والله إني صادق، وفي الخامسة يقول أن عليه لعنة الله إن كان كاذبا، ثم هي تقول والله إنها صادقة، والله إنه كاذب، والله إنه كاذب، والله إنه كاذب، والله إنه كاذب، ثم الخامسة تقول أن عليها غضب الله إن كان صادقة. نعم تفضل. ثم يفرق بينهما إلى الأبد، لا يرجع لبعضهما أبدا بعد ذلك، حتى وإن رضي أحدهما أن يرجع للآخر، تفريق إلى الأبد. تفضل. لولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. رقق. له عذاب عظيم. له عذاب عظيم. الآن موضوع جديد وهو حادثة الإفك، وهي الفرية التي افتري بها على عائشة من كبير المنافقين عبد الله بن أبي ابن سلول، عليه من الله ما يستحق. وانظروا ونحن في عاشوراء، الناس انقسموا في عاشوراء إلى ثلاثة طوائف، طائفة غانمة وهم أهل السنة والجماعة يصومون فيغفر الله لهم تبارك وتعالى، كما من حديث أبي قتادة عند مسلم احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلهم، وطائفة آثمة وهم أيها الكرام الفضلاء هؤلاء الذين وقعوا في عائشة يبكون ويقلبونها حزنا ويضربون أنفسهم، حتى إن الواحد منهم لا يقتل ابنه في تلك الليلة، وهم الرافض عليه من الله ما يستحقون. وطائفة لاهية وهم اليهود يتخذونه عيدا وفرحا ويخرجون فيه الشارات ويلعبون فيه الألعاب. نعم
تفضل. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون. طلع الطرف في الذال طرف اللي ولكن السين لا. لولا إذ إذ سمعتموه. لولا إذ سم إذ لولا إذ سمع سمعت لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لا لا إدغام مخرج من الشفتين إفكم إفكم وقالوا هذا إفكم مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ابن سلول حسان بن ساب ابن ثابت مصطح وحمنا بنت جحش. انظروا في الملاعنة هناك أربعة شهود ما في، هنا جابوها سبحان الله. فتابوا الثلاثة رضي الله عنهم وأقيم عليهم الحد بالجلد، وأما هذا فمنافق كبير المنافقين لا يطهره الحد، فتركه النبي عليه الصلاة والسلام ليس بعد النفاق والكفر ذنب. نعم. فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله عظيم سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. تلقونه يعني تتلقفونه وتتناقلونه فيما بينكم، وهذا فيه التحذير من نشر الإشاعة والكلام في أعراض الناس. نعم. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. أليم في غنة الإخفاء الحقيقي. لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. لا أليم في لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. ورحمته
ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. جزاك الله خير. بارك الله فيك. أبو مصعب تفضل. أبو مصعب يا أبا مصعب هل تسمعني؟ أبو مصعب مشعل أتى. طيب تفضل يا مشعل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الوجه الثالث أو الثاني؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى لا يؤذن لكم وإن قيل لا
لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين.
أحسنت، بارك الله فيك. هنا أريد أنوه أيها الكرام الفضلاء، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، يأتلي هنا من الألية يعني الحلف، وكما مر معنا أنها نزلت في أبي بكر الصديق لما منع النفقة على مصطح، ألا تحبون يغفر الله لكم؟ قال بلى أحب أن يغفر الله لي. طيب، الوقفة الثانية، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات الآية، ما تقولون في هذه الآية يا شباب؟ إيش اللي فهمتوه أنتم من هذه الآية؟ تفضلوا، هذه مجلس مذاكرة ولا بأس أن يتكلم الإنسان بما يعني يأتي في ذهنه أو قرأ في هذا الأمر. تفضلوا. يا شباب شيخ السلام عليكم. وافق شنن طبق ناتيك لابو علاء. تفضل يا عم ابو نايف. تفضل ليش يا عم ابو نايف؟ زي وافق شنن طبق يا شيخ، زي وافق شنن طبق يعني ايوه. وطير على اشكالها تقع، وطير على اشكالها تقع، صح والله اعلم. ممتاز، نعم كلام جيد. ها ابو علاء تفضل. احنا يا شيخ كنا نعتقد انه هم يعني في اول في البدايه انه الخبيثين الخبيثات والخبيثون الخبيثين يعني نفس الشخص، يكون يعني الشخص نفسه يعني اذا خبيث يتزوج خبيثه يعني. ايوه واذا طيب هذا اعتقادنا، لكن احنا برضو سمعنا من الشيوخ ومن منك من مر كذا مره يعني انه لا، هذا يعني انه المعنى تقريبا بالجسمه بالاقوال يعني بالاقوال وبالافعال، انه هذا يصير مش بالشخص نفسه. مثلا اذا واحد مثلا طلع من الكلام خبيث، هو برضو الشخص الثاني المقابل له برضو يعني يرد بالخبث وبالزي كده يعني. ممتاز. طيب يا شباب ثم ماذا؟ هو ما تفضلتم بذكره. أيوة، حد يريد أن يضيف؟ حد يريد يعطيني إضافة؟ تفضل. طيب يعني كانوا يا شيخ معلش، كانوا هي المجالس يا شيخ السيئة مع السيئين يعني تقريبا، اعتقد المجالس السيئه كلها يعني تصير سوء في سوء يعني يتكلم بالسوء وبالخبث. نعم، كلكم يعني اجبتم اجابات صحيحه جزاكم الله خير. وانا الخصها هنا في ثلاثه اشياء بالنسبه لهذه الايه، ايه 26 في سوره النور. الخبث في الاقوال، هذا القول الاول مثل ما تفضلت بذكري، وثانيا الخبث بالافعال، وثالثا مثل ما قال عم ابو نايف الخبث في النفوس. هذا القول ايش الثالث هو يعني في امور الزواج والنكاح. وملخص هذه الاقوال رضي الله عنكم مثل ما تفضلتم، فحيكون هنا معنى الايه يعني الكلمات الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال، وكذلك الخبيثون من الناس للخبيثات من القول، والإنسان الطيب يطلع الكلام الطيب والإنسان الخبيث يطلع الكلام الخبيث. هذا بالنسبة للخبث والطيب، الخبث الخبيث والطيب في الأقوال. وهذا القول قال به حبر القرآن وترجمانه ابن عباس وتلميذه أو تلميذاه سعيد بن جبير ومجاهد بن جبر المكي، ومن التابعين قاله الشعبي والحسن البصري والضحاك، واختاره ابن جرير، حتى قال النحاس في معاني القرآن وهو من أحسن ما قيل في الآية، واستدلوا بقوله في أولئك مبرؤون مما يقولون. الله أكبر، يعني ستنا عائشة وصفوان رضي الله عنهما مبرآن مما يقول الخبيثون والخبيثات، ابن سلول ومن معه. أرأيتم؟ وإذن هذه دعوة لنا أن الإنسان
لا يخرجن من لسانه، والمرأة لا تخرج من لسانها إلا الطيب، حتى لو ذكر لها فلانة ضرتها ولا فلانة عدوتها ولا كذا وهي لا تملك بينة، أمسكي عليك لسانك وأمسك عليك لسانك أخي في الله. هذا بالنسبة إلى القول الأول. حتى يقول ابن جرير قال الخبيثات، يعني الخبيثات من القول، وهو سيء القول وقبيح القول، للخبيثين من الرجال والنساء، والخبيثون من الناس للخبيثات من القول. طيب القول الثاني الخبث والخبيث والطيب في من الأفعال، يعني معناها الأفعال الخبيثة للخبيثين من الرجال، وكذلك الخبيثون من الناس للخبيثات من الأفعال، والأفعال الطيبة للطيبين من الناس ذكرا وإناثا، يعني واحدة متبرجة والعياذ بالله. فهذه لأن هي سيئة الله عافينا وإياكم تأتي بهذا الفعل السيء، نسأل الله العافية والسلامة، أو تخرج على مقاطع التيك توك وتتكلم بكلام خبيث، هذا يدخل في خبث الأقوال، أو تأتي بأفعال خبيثة يأتي في خبث إيش الأفعال. الآية دي آية عجيبة، آية، ولذلك سورة النور جاء عن بعض السلف قال علموها نساءكم في البيوت، علموها نساءكم وقرأوها على نسائكم في البيوت، هذه سورة العفة، هذه سورة العفاف. وهذا القول هو قول حبيب بن أبي ثابت وعطاء بن أبي رباح وقتادة، أنهم قالوا هنا المقصود في الآية هذه هو إيش، هو الأفعال. ولذلك شيخ الإسلام بن تيمية في مجموع الفتاوى يقول أن جمهور السلف يقولون الكلمات الخبيثة للخبيثين، ومن كلام بعضهم الأقوال والأفعال الخبيثة للخبيثين، ثم استدل بضرب الله مثلا كلمة طيبة ومثل كلمة خبيثة، وأيضا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالأقوال والأفعال صفات القائل الفاعل، فإذا كانت النفس طيبة أفعالها طيبة وكلماتها طيبة، وإذا كانت خبيثة والعياذ بالله أفعاله خبيثة وكلماتها خبيثة. انتهى من مجموع الفتاوى للشيخ. القول الثالث اللي هو قال الخبث والخبيث والطيب، والخبث والطيب من الأشخاص في النكاح، يعني خبيثات النساء للخبيثين من الرجال، وخبيثون الرجال للخبيثات من النساء، والطيبات من النساء للطيبين من الرجال، والطيبون من الرجال للطيبات من النساء. وقال بهذا القول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقال وكان رسول الله طيبا، وكان أولى بأن يكون له الطيبة، وكانت عائشة طيبة، وكانت أولى بأن يكون لها الطيب. يا الله، يا رد على من الرافضة وهؤلاء لما تسألهم تقول لهم النبي طيب ولا مو طيب، يقول لك النبي طيب. طب كيف النبي طيب وتكون زوجه ترموها بهذا الكلام الباطل؟ وعليه الزاني لا ينكح إلا زانية مشركة. فالخبيثات قلنا الزواني، والطيبات العفائف. ولذلك لا إشكال أيها الكرام الفضلاء في هذا. يأتي ممكن بعض الناس في القول الثالث، القول الأول والثاني اللي خبث وطيب الأفعال وخبث وطيب الأقوال، ما في إشكال. يجي واحد مثلا في القول الثالث يقول طب كيف، طيب ماذا تقولون في امرأة نوح، في امرأة لوط، وربنا وصفهم بالخيانة، وما تقولون في آسيا بنت مزاحم المرأة الطيبة اللي تزوجت فرعون الطاغية؟ نقول أيها الكرام الفضلاء، المقصود هنا رعاكم الله وعسلكم، أنه المقصود هنا بالخيانة يعني ليست على دينه، وليس بأنها فعلت الفاحشة، ولا يوجد امرأة نبي تفعل فاحشة، النبي يبرأ من ذلك،
وضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما، يعني لم تكون على دينه كفرتا به، وليس معناه أنها فعلت إيش؟ أنها فعلت الفاحشة. ولذلك يحكي شيخ الإسلام كلام جميل جدا في الصارم المسلول، يقول أبو السائب القاضي، يقول كنت يوما بحضرة الحسن بن زيد الداعي بطبرستان، وكان يلبس الصوف ويأمر بالمعروف ويوجه في كل سنة 20,000 دينار إلى بغداد يفرقه على أولاد الصحابة، وكان بحضرته رجل فذكر عائشة بذكر قبيح من الفاحش عياذا بالله، فقال له يا غلام اضرب عنقه، فقال له العلويون هذا رجل من شيعتنا، قال معاذ الله هذا رجل طعن على النبي صلى الله عليه وسلم، والله يقول الخبيثات الخبيثين والخبيثون الخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. فإن كانت عائشة خبيثة فالنبي خبيث، حاشاه عليه الصلاة والسلام وحاشاها، فهو كافر فضربوا عنقه، فضربوا عنقه وأنا حاضر، هكذا يقول أبو السائب القاضي، وهكذا ذكر رواه اللالكائي ونقله عنه ابن تيمية في الصارم المسلول، وذكره اللالكائي بسند في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وعليه فلا تعارض بين كل هذه الأقوال أيها الكرام الفضلاء جميعا، فإن زوجة نوح وزوجة لوط إنما كفرتا به ولم تكونا على الفاحشة، كذا قال عكرمة وسعيد بن جبير والضحاك، وقال الضحاك عن ابن عباس كما ذكر ابن كثير في التفسير ما بغت امرأة نبي قط، يعني ما فعلت البغاء، إنما كان خيانتهما في الدين. وبذلك أفتت اللجنة الدائمة هيئة كبار إيش؟ هيئة كبار العلماء، لأن في مقطع لأحد المشايخ العراقيين يرميهما، هو أديب ما هو شيخ، لا آسف يعني هو أديب ورافضي أيضا، ويرمي ورددنا عليه قبل سنين لكن باب التذكرة حتى لو جاكم المقطع ولا كذا، يرمي فخانتهما، هنا يقول لك يعني كان يفعل الفاحشة، حاشاهما وليس ذلك، ولكنهما كانتا كافرتين به، ولكن ما من زوجة نبي تفعل البغاء، حرمة وحشمة لجناب أنبياء الله تبارك وتعالى. وعلى ذلك أما بالنسبة ل آسيا زوجة فرعون، فإنما ما كان منها أنها تبرأت من مين؟ أنها تبرأت وقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين. وكان في الشرائع السابقة أن المرأة المؤمنة تتزوج بالكافر والكافر يتزوج بالمؤمنة، وشريعة من قبلنا ليست شرعا لنا أو شرع لنا إلا من سخ ناسخ، فنسخ في ديننا أن نتزوج المسلم بكافرة أو المسلمة بكافر أو المسلمة بكافر. فالله عز وجل حمى امرأة فرعون من كيده وحفظ عليها دينها ونجاها من الظالمين، وبذلك اتفقت الآيات جميعا ولا تناقض بينها. وهذا هو ما أفتت به اللجنة الدائمة وأفتى به الشيخ بن باز رحمة الله على الجميع. نعم نكمل التلاوة، تفضلوا. أبو مصعب هل تسمعني؟ السلام عليكم ورحمة الله. تنادوني أنا؟ عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. صوت واضح؟ الصوت واضح ولا ما عندي التليجرام بحنا لا يستجيب كذا يجي لا يستجيب. لا واضح جدا، تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء لنوره يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن بالضم عند غيرنا بالكسر، أما عندنا في بو بالضم، في بو في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلههم تجارة ولا بيع، لا تلهيهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. والله أعد ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه ولم يجده شيئا، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يا أبا مصعب،
قطع الصوت كان أو خرج الشيخ. أبا مصعب. ما في صوت شو. السلام عليكم. والله سامعني يا شيخنا؟ سامعوني يا اخوان حبايب؟ ابدا من اي 40 او كظلمات اخر حاجه عندك والله وسريع الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه يبدو ان ابا مصعب لديه مشكله فنمشي القراءه. الم ترى ان والله الشيخ المؤاخذ طيب او كظلمات تفضل. يقرأ واحد تاني يا شيخنا لما يصلح. أيوة نعم مشوا القراءة. دحين واضح صوت الشيخين أكمل الله يحفظكم. أو كظلمات إحنا ما سمعنا ولا شيء. الله المستعان والله والله. أو كظلمات في بحر أحسن مشوا التلاوة أحسن. هناك مشكلة في الصوت عند أبي مصعب. أبو رافع تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام تفضل. أو كظلمات آب آية 40 تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج أحد لجي أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاة. لا تديها مد حق هذا عندك مد لازم كلمي مثقل مثل الضالين صافات صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف يزجي ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله
وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي لا تقلقل الهاء ومنهم من يمشي على أربع لا أقصر هذا مد منفصل ومنهم من يمشي ومنهم من يمشي على أربع مش ومنهم لا ومنهم 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 من ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما لا منهم هذه فيها قلقلة لا ما تقلقل منهم ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وما أولئك الميم هنا قصر المنفصل وما أولئك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك الظالمون بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون هنا عندك مجزومة ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك ومن أحسن الله
ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم. لا الهاء هنا مكسورة وليست بعدها ياء. ويتقه فأولئك هي فأولئك ويتقه فأولئك هم الفائزون. فأولئك هم الفائزون. أولئك هم الفائزون زي بعض. فأولئك هم الفائزون. فأولئك هم الفائزون. وأكمل لها شيخ. خذ لك كم آية كده كمان. أيوة. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة. لا يخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. حسبك. أحسنت. بارك الله فيك. آمين. جزاكم الله خير. جزاكم. يا أبا مصعب هل اعتدل الصوت عندك؟ تفضل. بإذن الله إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت لا النون ساكنة ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا النساء اللاتي لا تيلا
والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا. لا, لا تختلس عندك هنا اللاتي لا, اللا يا مادية اللاتي لا, اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناحا أن يضعن ثيابهن غير جناح, جناح فليس عليهن, فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بي. نكمل حتى يرجع. هو كده أبو مصعب قدره معنا الليلة أن يقرأ بضع آيات ثم يحتجب الصوت. فوالدنا مشي الدور. أبو الحسن تفضل. ليس على ال... ها قد رجع. لكن الصوت يحتجب ايضا. نفس المساله الاولى يا جماعه, نفس سيرتها الاولى. تفضل يا ابو الحسن. خلينا مستمعين احسن. لا 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 اقرا اقرا تفضل. جزاك الله خير. يا أبا الحسن طيب من الذي يقرأ الآن؟ طيب الله اللهم صل على محمد وعلى صحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والقواعد من النساء إلا يرجون نكاحا. جاء أبو الحسن تفضل اقرأ يا أبو الحسن. في صوت؟ أيوة ممتاز تفضل. من الآية 60. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم
أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو لا لا ما هي بالكسر بالضم أو بو أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا لا 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 فإذا دخلتم بو فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنون أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم كمل استمر بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون
فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا أحسنت بارك الله فيك يا أبو مطعم جزاكم الله خير أحسنت بارك الله يا أبا موسى تفضل تفضل إذا رأتهم آية 12 سورة الفرقان ما زالت المشكلة قائمة وإذا ألقوا منها مكانا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا الله المستعان أكمل يا أبا الحسن ما بدأت يبدو هناك مشكلة قائمة فعلا عند أخينا أبي مصعب نعم وقد خرج كمل يا أبا الحسن تفضل إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن من أولياء ولكن
متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من اظهر لام الفعل وما أرسلنا من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا بارك الله فيك حسبك جزاكم الله خير جميعا يا شيخ ممكن لو سمحت يعيد نعم. الآية رقم 15 دقيقة 14 لو سمحت ممكن يعيد الآية رقم 15 نشوف في حاجة طيب تفضل يا أبا الحسن أعيد الآية 15 قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا أحسنت تمام أنا كنت سامع كده وعدة هي وعدة صح خلاص الله يجزاكم خير أحسنتم بارك الله فيكم جميعا طيب وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين
فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ربنا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. متعنا الله بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا منتهى آمالنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من الذلة والفقر والقلة، ونعوذ بك أن نظلم أو نظلم. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وعضال الداء، ونعوذ بك أن نقول زورا أو أن نخشى فجورا أو أن نكون بك مغرورا. اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول أمرنا واشف مريضنا واهد ضالنا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. ارحمنا برحمتك التي وسعت الدنيا والآخرة، نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. ربنا اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار والنجاة من النار والنجاة من النار. يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار. نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك الجنة ما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار ما قرب إليها من قول وعمل. ونسألك من الخير كله عاجل واجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كل عاجل واجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك كل قضاء قضيته لنا أن تجعله خيرا. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل، ومن شر فتن النهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم ارحم رحمة الأبرار يا عزيز يا غفار. ومن كان منهم حيا أطل عمره على طاعتك ومرضاتك يا رب العالمين. اللهم وسر أمورنا واغفر ذنوبنا ويمن كتابنا ويسر حسابنا وسع أرزاقنا واغفر ذنوبنا واقضي حوائجنا. اللهم إنك تعلم ما خفي وما دق يا رب العالمين، وتعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. آتنا سؤلنا واقضي حوائجنا
وقرب غائبنا ويسر أمورنا برحمتك يا رب العالمين. أعط كل سائل سؤله وكل ذي حاجة حاجته وكل ذي أرب أربه يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. توفنا على لا إله إلا الله على حسن خاتمة وعمل وعسلنا عند موتنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. نعوذ بك أن نكون من المدبرين وأن يتخبطنا الشيطان عند الموت. ونعوذ بك أن نموت لدغين. نعوذ بك من الهدم والتردي والحرق والغرق يا واسع الرحمة ويا عظيم المغفرة. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.